أعلنت اللجنة المنظمة لاجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة اليوم الجمعة اجتماع للنصاب القانوني للانعقاد عقب تسجيل حضور 540 عضو، وشهد محيط مقر النقابة بالأسبكية تواجدا أمنيا مكثفا، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزي لتأمين الحضور والمقر من الخارج، بالإضافة إلى وجود أفراد أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل. وقد ثار لغط كثير أمس بعد أن ترددت أنباء عن إلغاء الجمعية العمومية بسبب عدم تلقي النقابة اختارا من الأجهزة الأمنية، وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت عريضة من 1200 صيدلي يطالبون بضرورة إلغاء الجمعية منعا من اندلاع اشتباكات، خاصة أن مقر انعقادها لا يستوعب أكثر من 270 صيدلي بينما يتطلب النصاب القانوني 500 صيدلي. وقال النقيب محي عبيد عبر حسابه على الفيسبوك مساء الخميس أن الجمعة ستعقد فيه في أن الجمعية ستعقد في موعدها، فيما أكد أعضاء بمجلس النقابة في بيان لهم أنه تقرر إلغائها لعدم ورود الموافقة الأمنية. وطالب الأعضاء في بيانهم النقيب بإثبات صحة تصريحاته بالإعلان عن خطاب موافقة الأجهزة الأمنية. خلينا بينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف دكتور جورج عطلة عضو مجلس نقابة الصيادلة. أهلا بك يا دكتور جورج، وفي البداية كده حطينا في صورة يا فندم، إيه اللي حصل النهاردة؟ النهاردة اجتمعت الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر بوجود 540 صيدلي. القانون ادى الصلاحيه بانعقادها ب 500 صيدلي. كان في جدل امس ان الجمعيه لم يتم تم الغائها، وطبعا المفروض حضرتك بيبقى في مخاطبه امنيه قبل الجمعيه بفتره للجهات الامنيه، وما دام الجهات الامنيه ما بعتتش رفض للجمعيه فهو موافقه ضمنيه، وهو ما حدث. وتدخل النقيبه بعض اعضاء المجلس الوقت متاخر وضمنوا حياديه الجمعيه وتامين الجمعيه، وكان في تامين دكتور جورج احكي لنا ايه اللي حصل، يعني بما اني انا يعني ذكرت الخبر بالتفصيل تقريبا وحضرتك تطرقت اليه في البدايه، فاحكي لنا ايه اللي حصل، ايه سبب البيان ده، وهل فعلا في 1200 صيدلي تقدموا للاجهزه الامنيه بيطالبوا ان الجمعيه لا تعقد؟ الجمعية العمومية تم الدعوة لها في مقر الأسبكية، وقاعة الأسبكية مش من القاعات الكبيرة، دايما احنا معتادين دعوة الجمعية العمومية في مقر دار الحكمة اللي في شارع القصر العيني، وده بيشيل أكتر من 500 ل 700 فرد. فكان في بعض الصيادلة تقدمت بأكتر من 1200 شكوى لنقابة الصيادلة وللجهات الأمنية خوفا من وجود صدام، لأن هذه الجمعية هيبدأ فيها مرحلة فتح باب الانتخابات للانتخابات القادمة في شهر مارس، فكانوا في تخوف أن يحصل بعض الصدامات. الحاجة الثانية بيبقى في مجموعة جوه القاعة وفي مجموعات بره القاعة، فالتصويت مش بيبقى واضح، لأن ممكن المجموعة اللي جوه القاعة تصوت بالموافقة أو بالرفض، المجموعة اللي بره القاعة ممكن يكون عددها أكبر تصوت بالعكس، فبيبقى التصويت غير دقيق. وهل ده حصل النهارده دكتور كل التخوف؟ لا، يعني كان تم التصويت على بعض القرارات؟ اتفضل. طبعا لازم في جميع القرارات بيتم التصويت باغلبيه الجمعيه، وكان في وجود شاشات بتصور الناس اللي جوه اللي جوه القاعه للناس اللي خارج القاعه والعكس، وكنا دايما بناخد بالنا في التصويت ان يكون بالاغلبيه، وما حصلش جدل في نقاط التصويت خالص النهارده، كانت كلها اجراءات عاديه جدا، قرارات عاديه للميزانيه وبعض القرارات الثانيه، فما كانش في اي خلاف حاد في الجمعيه نهائي يعني. طب ايه القرارات اللي توصلتم ليها النهارده يا فندم؟ طب هو اولا حضرتك الجمعيه دي احنا لمست وفاء من نقابه صيادله مصر للشهيد الدكتور احمد طه اللي تم اغتياله وهو يعمل باحدى الصيدلات بالمملكه العربيه السعوديه. اطلق اسمه على هذه الجمعيه، وتم حضور والدته واخته وخالته للجمعيه وتقبلوا العزاء، وكلنا التزمنا بالالتزام الاجراءات القانونيه لحين الحصول على القصاص للشهيد. كان في بعض القرارات منها الموافقه على ميزانيه الجمعيه نقابه الصيادله لسنه 2017. كان في رفض كامل من الجمعيه العموميه لقرار 645 اللي سنة 2018 قرار وزيرة الصحة بفتح صندوق المسايل. وأنا عايز أوضحه كده في فترة في حاجة بسيطة، إحنا عندنا في مصر بيبقى فيه دواء أصلي أو مستورد وليه 11 مثيل.
فده كان بيخلي عدد الادويه تقريبا في مصر يتجاوز ال 22000 منتج دوائي. صدر قرار وزاري اللي هو 645 بفتح هذه الصناديق، يعني بدل ما يبقى 12 منتج دوائي ليهم نفس الماده الفعاله ممكن يبقى 15 او 20. قرار كده احنا رفضناه لانه هيأثر بصوره مباشره على اقتصاد الصيدليات. خدنا بعض القرارات اللي اعتقد ان هي جيده جدا في حق الصيدلي، يعني منها احنا وافقنا على تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه قروض حسنه للصيادله بدون ارباح على سنتين بقيمه 30 الف جنيه للصيدلي. رفعنا بعض الخدمات للصيادله اللي هو يعني اعانات حالات الوفاه من 10000 جنيه الى 20000 جنيه. لاول مره اللجنه الاجتماعيه بتوافق على منح ابناء الصيادله المتوفيين والارامل مبلغ 500 جنيه كل 6 شهور كاعانه من النقابه لدعمهم في الدراسه. رفعنا برضو بعض قيم الاعانات للصيادله من 15000 جنيه ل 25000 جنيه، وطبعا دي يعني ان شاء الله احنا برضو في الجمعيات العموميه الثانيه هنقدر نرفعها على اساس يبقى يكون في دخل للنقابه اكتر شويه، فهنقدر نساعد بعض الصيادله على تحمل هذه القرارات. كان في قرار مثير للجدل في الاخر ان هو اضافه بعض الشروط للترشح لعضويه مجلس نقابه الصيادله، وهي لازم المرشح يجيب الصحيفه الجنائيه بتاعته ما يفيد ان هو لم تصدر ضده اي احكام جنائيه او ما عليهوش اي احكام جنائيه، شهاده حسن سير وسلوك من النقابه العامه. ودي كانت يعني حته جدل كده لان في بعض المشاكل من بعض الصيادله مع مجلس النقابه العامه، ان انت ازاي انت اللي هتديني شهاده حسن سير وسلوك وانا مفروض بترشح خصم ليك او منافس ليك. كان في نقطه ثالثه برضو ورود او لازم المرشح يجيب ما يفيد اداء الخدمه العسكريه وهو وليس التهرب منها. والقانون نص عندنا في الترشح للانتخابات على شرطين فقط، هو شرط الاول حسن السير والسلوك انه لم تصدر ضده اي احكام تاديبيه. الشرط الثاني هو سداد الاشتراك فقط وسداد قيمه الترشح للانتخاب ودي مقدارها جنيه، ولم ينص على الثلاث شروط الاخرين دول. وفي بعض القاعه اعترضت على الشرط الاخير اللي هو اداء الخدمه العسكريه، لاننا نحن نعمل عمل نقابي مهني وليس على يعني عمل سياسي، ولكن في التصويت في الجمعيه اقرت هذا. واعتقد ان هيبقى في بعض المشاكل القانونيه في هذا القرار وستقام بعض الدعاوي لرفض هذا القرار في هذه الجزئيه فقط. احنا بنشكرك دكتور جورج عطله عضو مجلس نقابه الصيدله، شرفتنا يا فندم. اجتمعت اللجنه الرئيسيه لتقنين اوضاع الكنائس برئاسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، واستعرضت اللجنه خلال الاجتماع نتائج اعمال المراجعه اللي تمت على مدار الشهرين اللي فاتوا لاوضاع الكنائس اللي طلبت تقنين اوضاعها. وافقت اللجنه في اجتماعها على تقنين اوضاع 168 كنيسه ومبنى، منها 151 كنيسه ومبنى تم تقنين اوضاعها بشكل نهائي، و15 كنيسه ومبنى تم تقنين اوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامه الانشائيه، وذلك بعد ان يتم اثبات انها غير مقامه على اراضي ملك الدوله او اراضي وقف او اراضي محل نزاع قضائي. وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اللي تم توفيق اوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 508 كنيسة ومبنى تابع لها. منضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور مينا مجدي المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو. أهلا بيك معايا دكتور مينا، ويعني في المجمل أهلا يا فندم، وفي المجمل كده تم تقنين زي ما أنا ما ذكرت حوالي 500 كنيسة ومبنى حتى الآن منذ إصدار القانون قانون بناء الكنائس اللي تقريبا مر عليه عامين، واحنا عارفين ان من البدايه تقريبا تقدم حوالي 3500 مبنى وكنيسه لتقنين اوضاعهم. ايه سبب ان العدد حتى الان لم يكتمل وان هم 500 بس اللي تم تقنين اوضاعهم؟
هو بس انا ليا تصحيح، هم ال 500 ما تمش تقنين اوضاعهم ولا حاجه، دول 500 دول اللي اتنظر فيهم الامر، زي ما حضرتك لسه قاري الخبر ان النهارده مثلا خرج 168 منهم 17 كنيسه لسه عليهم ان هم يعملوا اجراءات الحمايه امال ايه المدنيه الرقم، اللي كانت ايه الرقم السليم بقى اللي تم، يعني دول اللي احنا قلنا بيتنظر في امرهم، ايه الرقم يا دكتور مجني اللي تم، دكتور مينا اللي تم فعلا تقنين وضعه حتى الان؟ نص العدد، نص ال 500 دول، نص ال 500 دول اللي خدوا فعلا توفيق كامل للاوضاع، بقيه ال 500 دول اتنظر في امرهم ورجع تاني الطلب يعيد، زي مثلا النهارده في 17 من ال 168 قال لهم ده انتوا لازم تعملوا اجراءات حمايه مدنيه اضافيه عشان نرجع نبص تاني وتاخدوا التوفيق كامل. فهو يعني الفكره ان مش كل الكنائس او مش كل الاربع، هو ده رابع قرار يصدر، مش كل القرارات اللي صدرت معناها ان حصل توفيق كامل للكنائس، لا هو ده لسه في كنائس حاطين لها اشتراطات زي اشتراطات الحمايه المدنيه. طبعا المعدل بطيء جدا، زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي ان هم تقدم حوالي 3500 كنيسه. القانون صادر من 2016، احنا في نهايه 2018 اللي اتنظر 500 كنيسه ومش كلهم اللي خدوا لسه التقنين. فطبعا ده معنى كده انه لو احنا بنبص على يعني معدل 500 كنيسه كل سنتين، يعني قدامنا حوالي لسه كمان 4 سنين ل5 سنين كمان لو مشوا بريت اسرع شويه عشان يخلصوا كل الكنائس، ومش هيبقى كلها تقنيه، ده في حاجات لسه فيها شروط عشان يرجعوا تاني. طبعا ده معدل بطيء جدا واستنزاف للوقت وايه واستنزاف السبب؟ ايه السبب يا دكتور مينا؟ يعني زي ما احنا ما بنقول وقت اصدار القانون نفسه قالوا ان ده هيقضي على كل المشاكل العلاقه المتعلقه باوضاع الكنائس، ايه السبب ان حتى الان بنشوف المشاكل دي؟ السبب انه ما فيش اراده حقيقيه لانهاء الموضوع بشكل جذري. طب هو اتقال او ما كتب في القانون نصا ان ما فيش اي كنيسه هتغلق طالما بيقام فيها الشعائر. فوجئنا ان في 9 كنائس من الكنائس المقدمه واللي اتنظر واللي اتقدمت باوراق تقنينها واغلقت، على سبيل المثال عشان ما نبقاش بنتكلم كلام مطلق، زي كنيسه السيده العذراء بقريه الزميقه في الاقصر، زي كنيسه الامير تدرس بكفر الوصلين في اطفيح في الجيزه، فاحنا وهكذا، انا مش هذكر كل الاسماء عشان الوقت، لكن هي الفكره انه بالرغم ان هو ممنوع كمان انه ان يتقفل كنائس بيصلوا فيها، في كنائس كانت بتصلى فيها من 10 و15 سنه اتقدمت باوراق للتقنين اتقفلت الكنائس دي يعني واتقفلت بحجه دواعي امنيه. طب يعني هي الدواعي الامنيه دي يعني ما كانتش موجوده من 15 سنه بتصلى فيها ويقام فيها الجنازات والافراح وقداسات الاحد. فهو السببين، ما فيش اراده حقيقيه لانهاء الموضوع بشكل جذري، بالاضافه الى انه الجزء البيروقراطي المصري المعتاد، انه تيجي لجنه حمايه مدنيه يعملوا تصحيح للوضع وبعد كده ترجع تاني في لجنه الوزراء وترجع تاني وتتشكل لجان. فطبعا وده نشا انه وصلنا حتى الان اللي اتنظر 500 كنيسه من 3500 ومش دكتور كله مينا خد قول لي، قرارات. هل المدارس يعني احنا في الفتره اللي فاتت شفنا مشاكل في كنائس كتيره جدا، وشفنا مشاكل يعني في دور عباده زي ما انت ما قلت كانت موجوده بقالها 10 سنين مثلا والناس اعترضت على اقامه الصلاه فيها، هل احد الكنائس دول من الكنائس اللي تم تقنين اوضاعها، ولا الكنائس اللي بيتم تقنين اوضاعها هي كنائس بعيده تماما كل البعد عن اي مشاكل؟ لا دي من الكنائس، هو اللي حصل ان كل الكنائس تقريبا اللي لما ظهر القانون قالوا كل الكنائس اللي ما صدر لهاش قرارات رئاسيه بالتقنين او الكنائس الاثريه تقدم، يعني كل الكنائس تقريبا ال 3500 دول تقريبا هم كل الكنائس اللي في مصر ما عدا بعض الكنائس اللي لا صدر. انا اقصد اللي تم تقنين اوضاعهم او دراسه تقنين اوضاعهم، يعني ال 500 كنيسه، هل في من الكنائس دول، هل من الكنائس اللي كان موجود عليها مصار عليها جدل في المنطقه نفسها في المكان نفسه زي ما حدث مثلا كذا مره في المنيا، هل من الكنائس دول ما تم تقنين اوضاعه في اللي تم تقنين اوضاعهم دلوقتي ويقدر لا الناس يروحوا لا بيها لا مش ويصلوا؟ ما تمش. هو لا هو اللي حصل، سؤال كويس جدا، هو اللي حصل انه انت بتقدم ورقك للتقنين، فاللجنه بتحدد لك ميعاد لمعاينه الكنيسه وتحديد الاشتراطات اللي هتيجي. كل الكنائس اللي اتقفلت كانت
حصلت قبل ما اللجنه توصل بيوم بيومين بثلاث ايام. يعني المشاكل حصلت ان انت اللجنه حددت لك ميعاد مثلا هتيجي يوم الاحد، فتحصل المشكله يوم الجمعه، تحصل المشكله يوم الخميس اللي قبله. في التسع حالات اللي عندنا اللي اغلقت كلها كانت اتقدمت باوراق للتقنين وتحدد لها مواعيد لحضور اللجنه اللي هي هتعين الكنيسه، وكلها اتقفلت او حصلت فيها المشاكل اللي انا شايفها مشاكل مفتعله قبل ما تيجي اللجنه بيوم بيومين بثلاث ايام، واغلقت الكنائس دي بالرغم ان هو القانون بينص ان الكنائس طالما كان بيصلى فيها وطالما اتقدمت باوراق للتقنين ما تغلقش. لكن فوجئنا ان اغلق، وفوجئنا بحاجه غريبه انه الاهالي اللي ما اعترضتش ليها 15 سنه على قفل الكنائس اعترضت لما جت، يعني لما اللجان كانت هتيجي عشان تقنن الكنائس دي، ودي حاجه غريبه محل الاستفهام لكل الناس. يعني طب ما هو ده برضو سؤال، يعني في ناس كتيرة مينا من الناس اللي اعترضت كانت احد اوجه اعتراضهم يعني بيقولوا لا المكان ده غير مقنن، ودلوقتي في قانون وبيقنن اوضاع الكنائس والمبنى اللي هم بيصلوا فيه هنا هو غير مقنن. ازاي انت بتقول في نفس الوقت يعني ان لا ده هو كانت المشاكل بتحصل قبل موعد التقنين، لو هم كانوا بيطالبوا اصلا بإقامة القانون ودولة القانون وتقنين اوضاعهم ازاي بيعترضوا قبل ما يحصل تقنين عشان ما يحصلش تقنين؟ ما هو ده حضرتك جاوبتي على السؤال اللي انا قلته بطريقه غير مباشره. يعني هو اللي حاصل ده دي حاجه محتاجه تفسير من الدوله، هل الدوله عندها اراده حقيقيه ان هي تقنن ولا لا؟ الاجابه لا. ليه؟ ايه دلائلنا على الموضوع ده؟ انه خلفة القانون في موضوع قفل الكنائس اللي هي المفروض ما تتقفلش، الرئه المعدل بطيء جدا في نظر الكنائس، في نظر يعني امور تقنين الكنائس. ثلاثة، انه اللجان اللي بتتكون، يعني انت ما تجيش تقول لي انا عايز اجراءات اشتراطات حماية مدنية زي القرار الاخير ده، كل الكنائس ال 168 كنيسة عاملين اشتراطات الحماية المدنية، تيجي تقول لي لا انا وفقت لك 151 و17 تانيين هحط عليهم اجراءات حماية مدنية، انت عارف ان هو يعني تبقى كنائس صغيرة في قرى صعب جدا الاشتراطات تتحط فيها زيادة فوق الحماية المدنية، الاشتراطات بعضها تعجيزية. طب وايه الحجه؟ يعني ايه الحجه في وضع اشتراطات تعجيزيه في الحمايه المدنيه في كنائس موجوده مثلا في قرى او بعيده عن المحافظات الكبيره؟ ايه الحجه؟ ومش المفروض قرارات الحمايه المدنيه دي دكتور مينا برضو فهمني بتسري على كل الكنائس بشكل موحد ولا لا؟ لا ما هو صح، لا هي بتسري على كل الحمايه المدنيه بتسري على حسب المبنى، يعني هم بيجوا يعينوا المبنى، الكنيسه دي كبيره فلا ليها اشتراطات كبيره، محتاجه سور اعلى، محتاجه جرس انذار، محتاجه بوابات هكذا، هي دي اجراءات الحمايه المدنيه. فدي بتختلف من مبنى لمبنى ومن كنيسه لكنيسه ومن ولو في بره الموضوع الكنائس من شركه لشركه والى اخره يعني. فهو الفكره ان انت لما جيت قدمت ورق للتقنين جات لجان الحمايه المدنيه بصت وعملت اشتراطاتها والكنائس نفذت الاشتراطات دي، فانت المفروض ان انت نظرت لتقنين الكنائس دي وقلت خلاص انا وافقت عليها، ترجع تاني في القانون تقول انا وافقت على تقنينها بس بشروط. ما هو برضه الموضوع محتاج يتساءل، لانه ما يروج في الاعلام او ما كتب في الصحافه النهارده تقنين 168 كنيسه، الناس تيجي تقرا تفاصيل الخبر لا هو ما قننش 168 كنيسه، وعمل 151 كنيسه و17 كنيسه حط عليهم اجراءات اضافيه اللي هو ما يفهم منه ان هو تقنين مشروط. طب اذا ما اتحققتش الشروط دي او اللي احنا شايفينها الشروط صعبه ما اتحققتش ايه اللي هيحصل؟ هتقفل الكنيسه مخالفه للقانون ولا هتعمل ايه؟ ما هو برضه الموضوع محل استفهام، لانه زي ما انا قلت لحضرتك بيروج انه خلاص 168 وده اتكتب على موقع التواصل الاجتماعي واتكتب في جرائد حكوميه كتير انه النهارده تم النظر على تقنين 168 كنيسه. ده مش حقيقي، مش ده القرار الصادر. فهو الموضوع فيه بعض التعنت، مفيش اراده سياسيه حقيقيه لانهاء هذا الملف، وده بيعمل خلافات اكتر يعني، ودي وعامل مشاكل اكتر في المجتمع. احنا بنشكرك دكتور مينا مجدي المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، كنت معنا من القاهره، شرفتنا يا دكتور مينا. أعلن الدكتور محمد نعيط وزير المالية عن خضوع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، وذلك بدء من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018. وأضاف الوزير في بيان اليوم أن تلك السلع تتمثل في الكافيار والجمبري والاستاكوزا وأسماك الزينة والبغبغانات والخمور وأغذية الكلاب والقطط وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها.
بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التلفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك. وينضم إلينا من ولاية ميتشيغان الدكتور مصطفى شاهين الأستاذ في جامعة أوكلاند. أهلا بيك معايا دكتور مصطفى. ويعني أول سؤال أسأله لحضرتك، خلينا نشرح كده للسادة المشاهدين إيه الفرق ما بين سعر الدولار الجمركي وسعر الدولار في البنك المركزي. دعني أولا أرحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين لحضرتك. ببساطة جدا الدولار الجمركي هو سعر مخالف لسعر السوق. الوزارة بتحاول تدفع الناس اللي هتشتري شيء من بره سعر جمركي بناء عليه. مثلا لو أنا اشتريت مثلا كمبيوتر بألف دولار من بره، فالحكومة بتقول الدولار الجمركي ب16 جنيه، فهيجي يقول الكمبيوتر بألف دولار يضربه في 16 يبقى 16000 جنيه يدفعك الجمرك على 16000 جنيه. لكن لو حسب الدولار على سعر السوق اللي هو النهاردة مثلا ب17 جنيه و80 قرش، فيبقى الكمبيوتر ب16000 هيبقى ب17800 جنيه، فالمواطن هيدفع ضريبة أكتر. ففي الآخر الحكومة بهذا القرار هتدفع أي حد هيستورد أي بند من اللي حضرتك تفضلتي به هيدفع ضرائب أكتر من قبل كده. والحكومة مستهدفة الموضوع إن هو قاصد إن يقلل الاستيراد للبضاعة ديت، أو بمعنى آخر عايز يحجم الاستيراد بأي طريقة ما. فهو الآن لو حضرتك حبيت تاخد دولارات عشان تشتري البنود اللي حضرتك تفضلت بيها مش هيوفرها لك من البنك، على اعتبار ان دي سلع كمالية، او حتى كما طلع في بيان الوزير ان دي سلع استفزازية فمش هيوفر لك الدولار لها. ومش كده وبس، كمان هدفعك بدولار السوق. اذا الدولار بكرة في السوق بقى ب20 جنيه هندفعك حق الساعة، حق اللي انت مشتريه بالفاتورة اللي عندنا ام 1000 دولار او 500 دولار، هندفعك الدولار ب20 جنيه. ومش كده وبس، كمان مش هنوفر لك الدولار. فأنا من كل ناحية بحاول أقفل على المواطن عشان ما يشتريش البضاعة دي، لأن احنا عندنا عجز في الدولار جوه السوق. وزي ما حضرتك تابعتي للأسف البلد خرج منها 11.8 مليار دولار في ال7 شهور اللي فاتت. ما هو برضو ازاي يعني الدولة ليه هتوفر الدولار يا فندم زي ما حضرتك بتقول، لما بتقول الاحتياطي فوق ال40 مليار دولار؟ ده سؤال رائع جدا وأنا أحيي حضرتك على هذا السؤال. الحقيقة يا أستاذة الـ 45 مليار اللي هم الاحتياطي ليس احتياطا فعليا أو حقيقيا، لأنه هو أصلا أغلبه ديون. فإحنا دلوقتي لما ناخد مثلا قرض من الصندوق النقد الدولي، لما الحكومة بتاخد قرض من الصندوق وإحنا وصلنا حتى الآن 8 مليار دولار من الصندوق، بيجي البنك المركزي يحط الـ 8 مليار في حسابه ويقوم يدي للوزارة المالية يديها الفلوس بالمصري. ففعليا الـ 8 مليار ما دخلتش لنا نتيجة ان احنا زودنا الصادرات، بل بالعكس احنا يا أستاذة الواردات في مصر والصادرات فيهم عجز 37 مليار دولار. فالحكومة ما زالت حتى هذه اللحظة بعد عملية التعويم اللي احنا عومناه، الحكومة مش قادرة حتى هذه اللحظة تسد الفجوة الخارجية نتيجة ان الصادرات مش قادرة تزداد. صادراتنا في مصر لم تتجاوز الـ25 مليار دولار. فمعنى كده ان احنا الازمة هتستفحل في الفترة الجاية، معنى كده ان الدولار ايضا سيعاود الارتفاع مرة اخرى في الشهور المقبلة. طب شعبة المستوردين يا فندم باتحاد الغرف التجارية قالت ان القرار سيحدث ارتباكا في الاسواق وان هو يؤدي الى مزيد من الركود السلعي، ايه رأي حضرتك؟ طبعا دي حقيقة فعلا، ما انا بقول لحضرتك هي الحكومة اصلا قصدة كده. الحكومة قصدة اصلا انها ما تخليكش تستورد، الحكومة قصدة اصلا انها ترفع الاسعار عليك عشان انت ما تشتريش. فعلا هو ده المستهدف. ما هو يا استاذة انا لما كنت بشتري الكمبيوتر بألف دولار وكنت هدفع عليه جمرك على ويحسبولي على انه ب16000 جنيه ويدفعنا 10%، الـ1600 جنيه غير هتبقى 2000 جنيه. فهو كده كده فعلا هيرتفع الثمن، وكده كده فعلا هيقل قدرة المشتري المصري على الشراء.
واحنا كاقتصاديين زي ما اساتذتنا كانت بتعلمنا بيقول لك انا مستهدف بده فعلا ان انا اقلل استهلاك المواطن من السلعه دي، لان الحكومه بتقول لك انا مش قادر اوفر الدولار، فانا ما قداميش حل تاني غير كده، فيا اما ان انا امنع الاستيراد تماما، وده كان حل الحكومه عملته في الخمسينات والستينات، قفلت باب الاستيراد وكان ممنوع على اي مواطن انه يستورد من الخارج، فكانت الحكومه هي التي تستورد. لكن كان عوضا عن ذلك كانت الحكومه عندها مصانع بتنتج اللي المصريين عايزينه، فلو كنا عايزين احذيه من باتا كانت الاحذيه موجوده، ولو كنا عايزين الاقمشه كان عمر افندي موجود. انت الان تخلت عن هذا الدور، والحكومه تخلت عن دور الانتاج، وللاسف الشديد لم يستطع القطاع الخاص في مصر ان يوفر نفس السلعه، فاصبح المصري اصبح مضطر انه يستورد من الخارج. فلما بدا يستورد من الخارج بدا يزود الطلب على الدولار، فرفعنا سعر الدولار، والازمه ما زالت مستمره وحتستمر. طب دكتور مصطفى، كان في قرار من كام شهر ان السيارات اللي هيتم استيرادها من الاتحاد الاوروبي هيتم الغاء الرسوم الجمركيه عليها، وده قالوا ان القرار ده هيبدا من شهر يناير القادم. يعني اوضاع السيارات دلوقتي ايه؟ الناس بتسال. ايوه ده سؤال رائع جدا. ايضا هو الحكومه استدراك اللي كده هو فعلا المفروض احنا دلوقتي اما باجي افرض على الضريبه على السياره باول حاجه التعريفه الجمركيه، وانا طالع من اسكندريه او لو جاي العالمين زي دمياط او العين السخنه بدفعك تعريفه جمركيه حسب تعريفه السياره اللي جايه من اوروبا. صحيح في اتفاق جديد مع الاتحاد الاوروبي من فتره وده للحكومه فتره سماح، بحيث ان بعد فتره السماح اللي هتبدا من اول يناير اللي جاي السياره اللي جايه من الاتحاد الاوروبي المفروض يكون عليها زيرو او صفر تعرفه جمركيه. بس الحكومه عملت ايه تاني؟ قال لك لا، قال لك احنا عندنا ضريبه القيمه المضافه، هندفعك على ضريبه القيمه المضافه وهندفعك عليها رسم تنميه الموارد. لكن بطبيعه الحال لو هي نفس السياره، لو انا جايب سياره مثلا لو انا جايب عربيه فيات من ايطاليا وداخله من ايطاليا مصر مش هدفع عليها تعرفه جمركيه، لكن لو انا جايبها من السعوديه وداخله من السعوديه هيدفعنا عليها جمرك حتى وان كانت المنشا بتاعها اوروبي، لكن طالما جاي من بلد غير للدول الاتحاد الاوروبي هيدفعوا على صفر جمارك. لكن مش بس ده مش حقيقي، يعني مش لو انت شراب 10,000 دولار من اوروبا هتخش مصر خلاص مش تدفع شيء تاني، لا هيدفعك على ضريبه القيمه المضافه وهيدفعك على رسوم تنميه موارد لها حسبه بتختلف من حسب المطور، ده اقل من 2000 سي سي او 1600 سي سي وكده، يعني لها حسبه اخرى لها جدول اخر عند الضرائب موجود. لكن فعليا اعفاء تام هذا لن يكون، لان انا هدفع المواطن ضريبه اخرى زي ضريبه القيمه المضافه. طب دكتور مصطفى خليني اسالك سؤال اخير، يعني الحكومه من شكل عرضها للموضوع بتقول مثلا سلع استفزازيه، سلع تكميليه والى اخره، وحتى لما البيان نفسه اللي اتنشر وذكر فيه السلع يعني استاكوزا، اسماك زينه، بغبغانات، انا يعني مش عارفه بغبغانات، كافيار، فهل حقيقي فعلا ان السلع اللي احنا ذكرناها دي المستهدف منها هو المواطن الغني؟ يعني هل زياده الجمركيه الدولار الجمركي دلوقتي هل المستهدف منها المواطن الغني، وفيها فعلا ان المواطن جموع المصريين وعمومهم مش هيتاثروا بالقرارات دي؟ ده سؤال رائع جدا برضك الحقيقه. بص يا استاذه، احنا في الاقتصاد زي ما اساتذتنا كانت بتعلمنا كل مواطن بيحاول ينقل العبء على غيره. مثلا انا جيت دلوقتي الراجل اللي بيبيع تكاتك اللي بيستورد تكاتك من بره، فالحكومه قالت ان التكاتك وهي داخله مصر هتدفعك بسعر الدولار حسب اللي موجود في السوق، مش الدولار الجمركي. فالراجل اللي بيستورد التكاتك في مصر ده هيقول لك طيب ده انتوا كده رفعتوا عليا الضرايب، فانا هبيع التوك توك بدل ما ببيعه ب 35,000 هقوم مزوده اخليه 42,000. فيقوم سواق التوك توك اللي ماشي في الشارع بدل ما بياخد من المواطن 2 جنيه او 5 جنيه في بعض الاماكن لقى السعر غالي عليه، يقوم ناقل العبء في النهايه للمستهلك النهائي. قد يكون كلام الحكومه فعلا انا فرض الضريبه على الاغنياء صح، لان اللي بياكل كافيار او اسماك الزينه او اللي جايب بغبغانات من بره او اللي بيشربوا خمور ربما الطبقة الغنية في مصر، صحيح هذا كلام سليم، لكن كل واحد من هؤلاء سيسعى جاهدا انه ينقل عبء الضريبة على المستهلك النهائي اللي هو المواطن العادي اللي في الشارع.
هيتم كده. صحيح ممكن ما تجيش في اول 3 شهور، لكن ممكن تيجي بعد 6 شهور تفاجئي ان يبدا يحصل سلسله متراكمه من ارتفاع الاسعار. بنشكرك، شكرا كثير جدا منك. كنت معنا من ولاية ميتشيغن عبر الهاتف الدكتور مصطفى شاهين، الأستاذ في جامعة أوكلاند. شرفتنا يا دكتور مصطفى. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقرتنا ومهرجان القاهرة السينمائي 40. تابعونا. أهلا بكم من جديد. أسدل الستار على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 40 أمس الخميس بتوزيع الجوائز. وسط تباين التقديرات بشأن مدى نجاح هذه الفعالية اللي استمرت طيلة أيامها العشرة، التي شهدت عرض أكثر من 160 فيلم من 59 دولة. وسبق الختام إعلان إدارة المهرجان سحب جائزة تصويت الجمهور التي تقدر ب 20,000 دولار بسبب مشاكل تقنية في تطبيق التصويت الإلكتروني، بينما فاز بجائزة الهرم الذهبي وهي أرقى جوائز المهرجان فيلم ليلة الاثنى عشر عاما من أوروغواي. والحقيقة الفيلم ده أنا قريت عند عدد كبير جدا جدا من نقاد قد إيه هو فعلا كان فيلم جيد، ويعني وكان أحد العلامات اللي اتعرضت في المهرجان. كما حصد الفيلم المصري ورد مسموم 3 جوائز، هي أفضل فيلم عربي في مسابقة أفاق السينما العربية، وجائزة صلاح أبو سيف لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة الأمم المتحدة لشؤون السكان. خلينا نشوف تقرير ونرجع نبدأ النقاش. الركن ده الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي تنتهي وسط ردود أفعال إيجابية إلى حد كبير على عكس الدورات السابقة. طوال 10 أيام هي مدة المهرجان عرض أكثر من 160 فيلما من 59 دولة، شهد العديد منها حضورا جماهيريا مكثفا، ورفعت أغلب العروض المصرية لافتة كامل العدد. وقدمت إدارة المهرجان تسهيلات لطلاب السينما لحضور العروض مجانا. كما شهد المهرجان مجموعة من الندوات والمحاضرات قدمها مخرجون ومنتجون من دول عدة، وكرم المهرجان الممثل الإنجليزي الشهير رالف فينز، وذلك بعد عرض ثالث تجاربه الإخراجية الغراب الأبيض. كان للأفلام المصرية المعروضة نصيبها من الجوائز والجدل أيضا، فتم منح جائزتي أفضل فيلم عربي وجائزة لجنة التحكيم لفيلم ورد مسموم من إخراج أحمد فوزي صالح. أما فيلم ليل خارجي من إخراج أحمد عبد الله فكان من نصيبه جائزة أفضل ممثل ومنحت لشريف الدسوقي، وهما الفيلمان اللذان حازا على ردود فعل إيجابية. أما الأفلام المصرية الأخرى مثل لا أحد هناك من إخراج أحمد مجدي وفيلم جريمة الإيموبيليا من إخراج خالد الحجر فاختلفت الآراء بحقهما، إما بسبب الغرائبية الشديدة أو بسبب مشاكل سردية وإبداعية. وبرغم الأجواء الإيجابية التي طغت على فعاليات المهرجان والإشادات بالمنتج محمد حفظي الذي يترأسه للمرة الأولى، إلا أن هناك عدة مشاكل قد شابت التنظيم، منها سحب جائزة تصويت الجمهور التي تقدر ب20,000 دولار بسبب مشاكل تقنية في تطبيق التصويت الإلكتروني قبل حفل الختام بأيام. فعالياته أولها كانت أزمة تكريم المخرج كلود ليلوش المعروف بتعاطفه مع الاحتلال الإسرائيلي ليتم إلغاء زيارته فيما بعد، وآخرها كان تصريح عادل إمام الذي هاجم فيه المهرجان ووصفه بالروتيني، إلا أن نقادا يرون أن تلك الدورة الأخيرة من المهرجان العريق استطاعت التغلب على عراقيل التنظيم والبيروقراطية التي شابت الدورات الأخرى. ينضم إلينا من القاهرة عبر خدمة سكايب آدم ياسين الناقد والكاتب الصحفي. أهلا بك معايا آدم، وخلينا نتكلم عن يعني رأيك في المهرجان بشكل عام في البداية. إيه رأيك؟ هل كان مختلف عن مهرجان القاهرة السينمائي في الدورات السابقة من حيث التنظيم، من حيث بعد تغيير الإدارة بالطبع، من حيث التنظيم، من حيث نوعية الأفلام اللي تم عرضها، من حيث نوعية الضيوف اللي تم استضافتهم؟ والله يعني أنا مش هقدر أقيم تقييم شخصي لأن أنا ما حضرتش المهرجان هذا العام لظروف لها علاقة بالسفر، بس أنا هكلمك على تقييم ردود الأفعال والأصداء اللي هي معظمها كانت إيجابية فيما يتعلق بالتنظيم وبنوعية الأفلام المختارة وبالإقبال. يعني إحنا كنا زمان قديما بنعاني دايما
من أزمة إحجام محبي السينما عن المهرجان بسبب تضارب مواعيد الأفلام أو بسبب أصلاً يعني غياب المعلومات عن الفيلم. دلوقتي أصبح في البروجرامينج أو تنظيم المهرجان أصبح من السهل إن أنا أقدر أحكي قصة الفيلم، أتكلم عن صناع الفيلم، أستضيف صناع الفيلم. الموضوع بقى له علاقة بالسينما أكتر ما هو المهرجان. كان فرصة قديما للناس اللي هي ما بتشوفش، بتحب تشوف أفلام بدون حذف إنها تتفرج على الأفلام. أظن النوع ده من المشاهدين اختفى وحل محله المشاهد السينيفيلي. السينيفيل هو محب السينما، مرتاد السينما، اللي عايز يتفرج على افلام من اقطار مختلفه، نوعيات سينما مختلفه. مش بقى المهرجان له بعد تجاري، لان زي ما التقرير تفضل وقال اللي هو ان لافته كامل العدد. انا بس عايز اتكلم على نقطه عادل امام. نقطه عادل امام بس هي خطا وقع في موقع من المواقع ونسب تصريحات عادل امام بيهاجم فيها المهرجان، وحقيقه الامر ان عادل امام هاجم المهرجان السنه اللي فاتت لما كانت السيده ماجده واصف هي رئيسه المهرجان وهي ردت عليه وقتها. وقتها هو طلع قال انا ما كنتش قصدي اهاجم مهرجان بلدي، ولكن تعالوا شوفوا قارنوا المهرجان ده بمهرجان الجونه. فده تصريح قديم لعادل امام تم اعاده تدويره يعني وطرحه. وعادل امام عاده في حاله عداء بينه وبين مهرجان القاهره قديمه من ايام خناقته الشهيره مع حسين فهمي لما اعلن عن تكريمه وما حضرش التكريم. ابقى معي استاذ ادم، وبينضم الينا من القاهره عبر الهاتف طارق الشناوي الناقد الفني. اهلا بيك معي استاذ طارق، وحضرتك كنت موجود. اهلا يا فندم، حضرتك كنت موجود في المهرجان. ادينا انطباعك عن الدوره الأربعين، هل كانت مختلفه فعلا عن الدورات السابقه؟ الحقيقه يعني الدوره فيها نقله بالنسبه للمهرجان، نقله نوعيه. حفظي بيملك، اللي هو رئيس المهرجان، بيملك خيال، لان هو كاتب، والكاتب اول حاجه بيستند ليها الخيال. خيال بان في حفل الافتتاح، وان كان حفل الختام كان باهت لازم نعترف، وكان بليد. وانا كنت مستغرب لانه ازاي اللي عمل حفل الافتتاح كان لازم يفكر انه الختام يبقى اعلى كمان، لكن مع الاسف ما كانش بالمستوى. الا انه ما نقدرش نحكم على المهرجان بكل الافلام المهمه اللي اتعرضت، الماستر كلاس، ومحاولة ان يبقى في مشروعات قادمة للمهرجان، الانفتاح على رجال الاعمال والحصول على دعم، وده كان مفتقد طوال السنوات الاخيرة. وكان دايما بيتقال ان رجال الاعمال غير مرحبين، لا قدر الحقيقة حفظي انه يقنع رجال الاعمال انه هو بصدد مهرجان جاد وجيد، فجات له بعض المساهمات وهكذا. فالمهرجان فيه اكتر من الحقيقة لمحة جيدة جدا ونجاح باختيار الأفلام واضح. طبعا كالعادة هناك من يتربص، هناك من ينتقد عن قناعة، وهناك من ينتقد لمجرد أنه كان يحلم بأن يرأس هو المهرجان. مع الأسف في ناس هو ده هدفها، ضرب الدورة وضرب منظميها عشان يقولوا للدولة نحن هنا. فدي طبعا من ضمن العيوب. والله انا معظم الاراء اللي شفناها يا استاذ طارق كلها كانت بتشكر يعني في المهرجان السنه دي، وبتقول قد ايه هذه الدوره كانت مختلفه عن الدورات السابقه، وان محمد حفظي عمل نقله نوعيه فعلا في المهرجان. يعني سمعنا كل معظم الكلام صراحه اللي اتقال واللي شفناه حتى على مواقع السوشيال ميديا، كان لان هذه هي الحقيقه. لكن هناك من يحاول لسبب او لاخر ان يغفل عن الحقيقه، او لاسباب بتبقى معروفه. مش معنى كده ان المهرجان كامل الاوصاف، لا، وانه لازم الدوره القادمه اهم حاجه الناس. المهرجان محروم من وجود الشعب، وجود الناس. لازم ان يكون شعار المهرجان القادم اللي هو الدوره 41 ان شاء الله انه مهرجان الناس، مهرجان جماهيري. لانك انت في داخل ساحه الاوبرا بتتكلم على حوالي 4000 مقعد، خارج الاوبرا في 5 شاشات، بنتكلم برضو على 4 مثلا، وقولي بالكثير 10 على بعض. ده رقم هزيل بالنسبه للمدينه زي القاهرة، بنتكلم على 20 مليون. لازم نرجع مرة أخرى للشارع. مش معنى كده إنه لا نعرض في الأوبرا، نعرض طبعا، إلا إنه المهرجان لازم يبقى عنده رهان على 50 دار عرض على الحد الأدنى العام القادم أن تعرض الأفلام، ليعود مجددا مهرجان للشعب وليس مهرجان للنخبة. كويس اللي عمله حفظي، فعلا في إرادة للتغيير، في إضافة، في كمان أفلام مهمة، كل ده جميل. لكن الهدف اللي أنا شايف أنه يجب أن يوضع رقم واحد في الاعتبار
أن يعود المهرجان للشعب للناس، أن يكون مرة أخرى كان في الثمانينيات. أتمنى والله. وأنا عصرت الفترة دي كان أيام سعد وهبة يعني في النص الثاني من الثمانينيات الحقيقة من 86 أو 85 كان فعلا المهرجان في الشارع وكان الزحام على أشده. أي مكان بقى الناس يقولك كانت أفلام مناظر مش قصة، كل ده كلام يعني ممكن نتناقش فيه في قاعدة أخرى، لكن يظل أنه كان بيمس رجل الشارع ويقطع التذكرة رجل الشارع، وكان المهرجان بيحقق ميزانيته من التذكرة. يعني التذكرة اللي الناس بتقطعها كانت هي الرصيد اللي بينفع المهرجان في العام التالي، وكانش بياخد فلوس من الدولة بالمناسبة في الثمانينيات على الإطلاق أو في النص الثاني عشان أكون دقيق. منذ 86 كان المهرجان يعتمد على التمويل ذاتيا من التذكرة، ربما ده ما يتحققش، لكن في رعاة في تذكرة في شعب. الناس والله يا استاذ طارق متعطشه لوجود سينما مستقله، متعطشه ان هي تشوف افلام مستقله، متعطشه ان هي لا وافلام اخرى غير السينما الامريكيه. يعني اهم في المهرجان افلام اخرى. بالظبط بالظبط. ان العين المصريه اللي هي تقريبا لا تتعاطى سوى الفيلم المصري او الفيلم الامريكي بتشوف رؤى اخرى وسينمات اخرى، وبتعرف وبتتاكد ان هناك جمال وابداع اخر اتمنى بالتراكم يبقى موجوده كل سنه. انت عارفه في لبنان بيتعرض الافلام الفرنسيه والالمانيه عادي، في مصر لا، والاسبانيه والتركيه، في مصر لا، نحن لا نعرض سوى كاجنبي سوى الفيلم الامريكي. طب استاذ طارق كلمنا بقى عن الافلام، يعني 160 فيلم تقريبا من 59 دوله، ايه اكتر الافلام اللي لفتت انتباه حضرتك؟ الفيلم اللي واخد الهرم الذهبي اللي هو ليلى 12 عاما او 12 عاما ليلى، اللي هي في أورجواي عن احداث حقيقيه لمسجونين قعدوا 12 سنه، وكان الحقيقه الفيلم مش مجرد سجن، لا كان متجاوز مساله السجن الى انه في حاله سينمائيه عاليه جدا. ايضا في فيلم بنسلفانيا اللي هو امراه في الحرب، هو ما خدش جايزه بالمناسبه، لكن انا بعتقد انه كان يستحق في القسم اللي شارك فيه هو قسم النقاد، وده الفيلم مشارك في الأوسكار أفضل فيلم أجنبي، واحتمال كبير يبقى واحد من الخمسة، وبالتالي هيحط المهرجان في حرج مع القاهرة. يعني إزاي فات لجنة التحكيم إنها تمنحه جائزة، لكن يظل إن كل دي مسائل نسبية، يعني ما أقدرش أحكم أقول أنا الصح واللي أنا بشوفه فيلم ما خدش. أوكي بتحصل كتير. استاذ طارق اتكلمنا على الافلام المصريه، يعني شفنا ورد مسموم حصل 3 جوائز، شفنا جريمه الاموبيليا تعرض للعديد من الانتقادات، فيلم لا أسوأ. بصي أسوأ فيلم عرض في الاربعه هو جريمه في الاموبيليا او جريمه الاموبيليا، وانا حتى كتبت وقلت بأمرت ايه يعرض، يعني وبعدين حاطينه في قسم مهم جدا اللي هو قسم رسمي خارج التسابق. فده وده المفروض اللي يعرض فيه يبقى حاجه، يعني انت عارفه المخرج نفسه يبقى عنده تاريخ، وبالتالي مش عايز يتسابق مع الاخرين والفيلم يبقى فيه حاله. لا ده هي فيلم دون يعني اقل بكتير من انك تقول عليه كلمه متواضع، حتى دون المتواضع. لكن برضو بقول لك انا رايي انه كانش انه غير جدير بالعرض، وربما قلت هذا الكلام قبل ان يسمح له بالعرض وقلت غلط، لكن بيظل برضو عشان ما بقاش انا بتناقض مع نفسي، انا مؤمن بان ما اراه انا خطا ربما يراه الاخرون صوابا، لكن فعلا الفيلم من وجهه نظري هو جريمه سينمائيه. لا في فيلم لا احد هناك ولا في تجاره، محاوله من احمد مجدي لم تكتمل، لم تكتمل، يعني كان عنده مشاكل على مستوى السيناريو، ما كانش محدد الخطوات، كان عنده في بذره حلوه ما اشتغلش عليها، لكن انا مش ضد عرضه، يعني هو مخرج جديد لاول مره، يعني عايز اقول ممكن تلتجدي سبب للحماس ان يعرض، لكن جريمه في الاموبيليا كان جريمه سينمائيه، لا اجد اي سبب لعرضه في المهرجان. طب ماذا عن فيلم ورد مسموم؟ حضرتك شفته يا فندم اللي حصل 3 جوائز. طبعا طبعا من الافلام المهمه، انا ليا بعض ملاحظات فنيه انه الفيلم افتقد السحر السينمائي، لكن المخرج فعلا عنده احمد فوزي صالح عنده حس سينمائي وفاهم يعني ايه انك تعمل تكوين وتعمل تتابع وتخلي الصوره تتكلم، انما كان ممكن يبقى في سحر، افتقد السحر، عارفه في الواقعيه السحريه
دي مش موجودة عنده، هو كانت واقعية خشنة. إنما بيظل الفيلم مهم ومخرج أيضا فهم أدواته كويس. احنا بنشكرك استاذ طارق الشناوي الناقد الفني، كنت معنا من القاهره، شرفتنا يا استاذ طارق. وعوده مره اخرى يا ادم، وزي ما سمعنا استاذ طارق قال ان تقريبا المهرجان في المجمل كان متميز في دوراته الحاليه عن الدورات السابقه، وقال ان الحقيقي ان محمد حفظي بذل مجهود كبير حتى ان هو استطاع ان هو يجذب مره اخرى رجال الاعمال العوده الى مهرجان القاهره السينمائي. وده يخلينا يعني نفتح برضو ونقول هل ممكن، يعني هل فعلا دي بداية ان يكون مهرجان القاهرة السينمائي افضل في كل عام زي ما هو متمنى ان هو يكون الدورة 41 متميزة عن حتى الدورة 40 اللي هي ارضت ناس كتير، خاصة ان زي ما ذكرنا برضو مهرجان الجونة دلوقتي بيسحب كل سنة تقريبا جزء من البساط من تحت رجلين مهرجان القاهرة السينمائي. يعني تعالي بس نبدأ من مهرجان الجونة. سر نجاح مهرجان الجونة هو عبارة عن الشكل التلفزيوني اللي بيقدم به المهرجان، سواء حفلات الافتتاح والختام، البازخ، الانفاق، المشاركة بتاعت النجوم. ولكن لازال مهرجان القاهرة السينمائي هو على الخريطة الدولية، بينما مهرجان الجونة رغم الشكل المشرف اللي بيطلع فيه، احنا لسه ما نقدرش نحكم على مهرجان الجونة على الورش الملحقة به، ولا على السيناريوهات اللي بيدعمها، ولا لان ده لازم نكون نمسكها بالورقه والقلم. بس ده يجي مهرجان الجونه طبعا شكله الخارجي شكل فيه نوع من الجلامرس او القلق. يعني مهرجان القاهره لازال على الخريطه الدوليه جنبا الى جنب مع فينيسيا وكان وكارلو فيفاري وموسكو وبرلين. هو مهرجان له الصبغه الدوليه، يعني الفيلم اللي بيكسب جايزه مع في مهرجان القاهره اللي بيكسب الهرم الذهبي زيها زي السعفه الذهبيه في كان او الدب في برلين والى اخره. فاحنا بنتكلم عن مهرجان يحمل الصبغه الدوليه. فيما يتعلق برجال الاعمال دي طبعا خطوه جيده جدا، ولكن الاستاذنا الكبير والجليل يعني طارق الشناوي اشار لنقطه اعاده الجماهير العاديه الى المهرجان، واستشهد بفتره الراحل سعد الدين وهبه حيث كانت تعرض في السينمات الضخمه زي مترو وكوزموس، سينمات وسط البلد. وسط البلد في مدينه القاهره السينما بتبقى ممكن تبقى 3 و4 و5000 كرسي، بس الجمهور للاسف اللي كان بيمر بهذه الافلام، لعلك تتذكري مشهد الشهير بتاع فيلم عادل امام بتاع المنسي لما كان بيقول له فيلم قصه ولا مناظر. فعلا غالبيه الجمهور اللي كان بيقبل من سينمات وسط البلد على الافلام في وقت الراحل سعد الدين وهبه كان الجمهور اللي كان بيبتغي المشاهد غير المقصوصه رقابيا. وكان طبعا في ذكاء ما تجاري من الراحل سعد الدين وهبه انه بيختار افلام لذات. طبعا انا اتذكر ان فيلم غريزه اساسيه بتاع شارون ستون هو فيلم كان صادم حتى على امريكا لما نزل، عرض في القاهره وكان يعني عليه حشد جماهيري غير مسبوق. فاحنا بنتكلم على لازم يبقى في صيغه توافقيه جديده تعيد الجمهور الى المهرجان، ولكن ليس على طريقه الافلام المناظر بل على طريقه الدعايه الاكثر للفيلم. يعني هو مهرجان القاهره ما بيعرضش سينما مستقله، يعني بحقيقه الامر هو بيعرض سينما تجاريه ولكنها ليست امريكيه. يعني في افلام بتعرض في المهرجان بتشارك في المناسبه في المسابقه عفوا او على هامش المسابقه بتبقى افلام تجاريه، ولكنها افلام فرنساوي، افلام كولومبي، افلام من افريقيا، افلام من واحنا افتقدنا يعني الكلام ده يا ادم دلوقتي ما بنشوفش غير يعني يا فيلم مصري يا اما فيلم امريكي، لكن ما عدناش حتى متوافر لدينا اي وسيله ان الواحد يطلع على السينما الاوروبيه وصلت فين، على السينما في روسيا، ما عادش امريكا الجنوبيه ما عادش في وسيله فعلا الواحد يتعرض عليها الا لو دخلت صحيح. على الانترنت وغالبا هتكون مش مترجمه فمش هتتفرج اصلا. صحيح، بس هو المطلوب توعيه الجمهور العادي، جمهور السينما اللي بيروح سينما المولات والسينمات الكبرى وبيدفع 100 جنيه في التذكره المصريه، قد تذهب عائله كامله عشان تشوف فيلم مثلا بتاع سوبر هيروز او فيلم بوكس اوفيس من افلام الشباك الامريكي. في افلام تجاريه بقصص مش شرط في اذهان المتفرج التقليدي بتاع السينما. افلام المهرجانات دي افلام نخبويه رمزيه متعاليه عليه بتنتمي لانماط وسينمائيه قد تكون مش فريندلي مع المشاهد. عشان مش عايزه الوقت يسرقنا قبل ما نسال عن الجدل اللي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لبس بعض النجمات، وخاصه ان نقابه المهن السينمائيه طلعت بيان قبل الحلقه مباشره وكانت بتقول فيه يعني احنا يعني ما كناش نتمنى ان النجمات تلبس كده ولازم نراعي عاداتنا وتقاليدنا. شفت ازاي الجدل ده؟
والله احنا مش لازم نسمي الموضوع بمسميات. هو الفنانة رانيا يوسف ارتدت فستان رآه معظم الناس اللي بينتموا للحقل الفني واللي بينتموا للحقل النقدي وحتى صحفيين، ده غير الجمهور العادي رأوه ان هو فستان متجاوز. يعني انا طبعا يعني انا طبعا بنزعج من النوع ده من الجدالات. طبيعي هو بيحصل في اي مهرجان بره، حتى في حاجه اسمها الفاشن كرايم او الفاشن بوليس اللي هم مجموعه الناس اللي بيقيموا الازياء وخبراء في الموضه ممكن ينتقدوا. يعني فكره انتقاد فساتين او ازياء النجوم والنجمات على السجاده الحمراء في المهرجانات وفي الفعاليات بره موجوده، وفي ناس بتلبس فساتين صادمه، ولكن الجدل كله انتهى او أو البوصلة تحولت من أي إيجابيات ممكن نشوفها في المهرجان أو حتى سلبيات بسيطة إلى الحديث عن فستان الفنانة رانيا يوسف اللي هي مش مشاركة في فيلم أو مثلا ملهاش رأي ما. مثلا نتذكر خالد أبو النجا لما ظهر رأي سياسي جدلي في أحد دورات المهرجان من كام سنة وعمل الجدل. لا، هو الجدل هنا كان جدل له علاقة بقصر الفستان أو له علاقة بطول وقصر الفستان وليس بأي جدل فني أو سياسي أو فكري أو اللي حاجة. بس ده بيحصل في العالم كله، يعني بيحصل ان هو فساتين صادمه، اطلالات غريبه، اطلالات عجيبه. بس انا من وجهه نظري انا راجل بؤيد الحريه ورايي انها يعني هي ترتدي ما تشاء، بس طبعا يعني المجتمع قد لا يتقبله. لا يتقبله، هي طبيعي. هو الفستان ده اذا قيمناه في السياق بتاع المجتمع المصري هو اكيد انه صادم، بس وهي عليها ان تتحمل. يعني شكرا ليك آدم ياسين الناقد والكاتب الصحفي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من القاهرة، شرفتنا يا آدم. شكرا ليكم ومتابعتكم، ليلتكم سعيدة وبكرة أحلى بإذن الله يا رب.